وهلا خلصنا اينكوفن، جبنا على فكرة بس غرضين بده يتروق يتروق. دايما بس قول يتروق باللبناني، يتروق يعني الفطور. نحن هلا الساعة 9:20 صباحا، من غير شرح والولاد بكير على المدرسة، منا كم موعد وألمانيا بتبلش كل أمورها بكير، يعني من الساعة 7:30 8 كل أمورها بتبلش. هلأ جاب أبو أحمد فطور، جاب عيران وكرواسو، بوتا كرواسو، أو شو كمان والله ما انتبهت شو جاب، وفجل. ليش جاب الفجل؟ لأنه نهار الأحد بيحب يتروق فول، والفول شو طيب جنبه؟ الفجل والنعنع وهي القصص. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا هالنسمة ما أحلاها، وهالوردة شوفوا جنينة ما أحلاها. بيحبوا كتير يهتموا بالجنينة، وأنا كتير كانت تحب يكون عندي شقة قدامها جنينة، بس ما قدرت، ما في بيوت بصراحة. ما بحب أقعد بالسوق كتير، يعني بالسنتروم. أنا قاعدة بسنتروم صغير بنفس المدينة، بس هذا سوق المدينة الكبير. هلأ بنمرق فيه إن شاء الله، إذا قبل يمرقني بصور. لما نكون لحالي أريح. على فكرة هي سيارتي صغيرة، سيارته هو، إذا شفتوها شي مرة، الرمادية بالبيت اللي نزلها سقفها. هي صغيرة ووفيرة، 60 كيلو بتاخد يمكن ب15 يورو أو 10 يورو بنزين، ما بتاخد كتير بنزين، كتير وفيرة. واريور ون. احنا عنا سيارة عائلية الكبيرة، اللهم صل على سيدنا محمد. ضربتها، وين ضربتها؟ هيديك شفتوها الأوبل الكبيرة، هاي لأنه أنا بلف كتير. بس أنا وين ضربتها؟ من تحت. فداي فداي، ولا حيجن حيجن. منيح، انا بخير انا بخير. وهون هذا مش حيصلح. يلا، وهلا نحن بعد ما طلعنا من الدكتور رحنا على الريفي. هلا بدنا نروح على البيت ولا بنمرق بالسوق؟ بدي امرق بالسوق شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شو هن بدك تتروق هون ولا ورا انت؟ لا نتروق بالبيت، ما نخلي. او هلا بنقعد بشي كافي، ما بعرف. جوزي بيحب يتروق دايما بالسيارة، بيجيب لاكس. وشو كمان بتجيب؟ بغيتشن، هاي الكرواسون الصغيرة تبع ومايونيز. وشو كمان؟ وأنينة كولا صغيرة، وأنينة كولا صغيرة أو أنينة فانتا صغيرة أو عصير. بيضل مضيع كمان تليفونه لقيته. وبيفطر بالسيارة بسبب شغله، يعني أكثر أيامه بكير بيطلع بياكل بالسيارة. فبس أطلع معه بيقول لي بنتروق بالسيارة. أنا بحب يعني بنزل كرمال مهر هير بالسيارة وهيك. بفطر، قلت لكم بتروق يعني بفطر وهيك على الطاولة أو شيء يعني. اليوم في سبورت فيست لكل المدارس على فكرة. والله ما شفت هيك الصبي عبودي لبس سبورت فيست، واخذ شو ال سبورت زاك، ما اخذ ال هيدا، ما اخذ الكتب سبورت عشان ناين. بس عبودي السندس اخذت معه، وهوديك التانيين بس عبودي ما اخذ. ام بكير نشيط لانه اليوم ما عنده دروس، عنده بس رياضه. بس بكير على البيت؟ لا ما بيطلع، مخل بعد الساعه 9:30 شو بيجوا بكير على البيت؟ انت حتكون قبلي هونيك اصلا. بسم الله.
حلو الطقس اليوم، برود، انا بحبه لهيدا الطقس كتير. ايه بالريفي تبعت الريفي قالت لي اذا مش طالبه اذن، هو فيك تصوري على جميع الاحوال بس اذا مش طالبه اذن ما تصوري. فانا الصراحه كنت عم صور من برا وما طلبت اذن، رجعت تاسفت منه قالوا لي عادي عادي يعني، بس انه بعض العمال انه بيخافوا ما يتعاقبوا يعني اذا ما اخذت اذن او شيء، فهني ما بيتعاقبوا اكيد كرمالي، بس المفروض انهم ينبهوني. ايه هيك قالت لي. ايه والله دخلك خالد، هاي البنية شو؟ مدرسة. هاي مدرسة. انا قليل ما بيجي على السنتروم. هيدا الموزيك الشوش بالهوز. شو بيقولوا له عنا بالعربي هيدا؟ مسرح. مسرح؟ ايه. المسرح، ايه هون تبع المسرحيات. يا الله شو بيشتغلوا بالطرقات، ليك وهي صار لهم سنتين يشتغلوا فيها. دائما بيحدثوا. بيحدثوا دائما، دائما المدينة فيها تحديث والحي فيه تحديث وكل بيصلحوا كتير. يعني الضريبة اللي بيدفع الإنسان اللي بيشتغل خالد بيحطوها للإنسان بيرجعوا يعني شو بيقولوا؟ للمواطن، ما هيك؟ الخدمات الأساسية، بيحسنوا الطرقات، الاتصالات، التصريف المي، بيبنوا مسارح، بيبنوا ملاعب فوتبول، هيك. دائما بيحدثوا لحتى المواطن بيعيش مرتاح. ايه. بياخذوا ضريبه كثير بس يعني بالمقابل بيعملوا شيء 45%. ايه صح، بس بالمقابل بيعيش الانسان محترم يعني. ليك اللي بده يعيش مهان محترم بيعيش ملك، مش ضروري يصير ملياندير، لانه بده يعيش محترم، واللي بده يعيش كيف ما يكون في على ضغوطات وقروضات وشو بيقولوا في عداله صح، في عداله، القانون طبع الجميع على الكبير والصغير والمقمط بالسرير. ما في شيء اسمه واسطة؟ لا ما في عندهم واسطة، حركاتنا نحن مش موجود. الامير والوزير والدكتور طبعا، حتى الرئيس الجامعة بيوقف بالصف. إيه. حتى رئيس البلدية إذا كان في صف يوقف، وإذا كنت أنا لنقول قبله أضعف الإيمان، أعوذ بالله من كلمة أنا يعني، أنا قل خلق الله، هو بيوقف بعدي إذا كنت أنا قبله، بياخد دوري قبله. بحس إنه العدالة والنظام هني أساس المجتمع، فمن اللي بيوت بتبلش النظام بيعلموا أولاده من هن صغار من المدارس، بس ما بيسرقوها الوزراء والنواب والحكام، لا بيجمعوا الضرائب هاي وبيبنوا فيها البلد. مش كل رئيس بيصير عنده بحساب سويسرا مليارات وأراضي بالبلد له معاش. خلينا بلا الحكي، مش حتدفع على القناة قد ما بحكي بهالمواضيع، خلي بالقلب بالقلب. راتب بياخد راتب وبس. هلا نحن لوين رايحين يا ابو احمد؟ رايحين على الوسط التجاري تبعنا. صح، بدك تعمل بالباركينج ليه؟ ايه والله شو بدنا نطلع؟ مش غالي الباركينج، الساعة اورو 60. وجهي بعده مدبخ؟ لا وجهي كله صح. عم بيصح معي؟ ايدي بس بتأذي. شاطرة. ايه والله شاطرة، بس الكرسي مصنف، بس ملاحظ انه خد اعلى من خد. ايه ما فيها شوية كورتيزون، هي مصنف في سادس دكتورة جلد بهاي المدينة. يلا الحمد لله، سادس اقوى دكتورة بهاي المدينة الحمد لله. انا تصريف شاطرة كتير، مش عم فكر انه كمان العلاج شو بيقولوا الدواء نحن بنقول بصوره كمان بعمل فيديو، بلكي حدا احترق او شيء بيجي منه بفيد، بفيد لانه ما شاء الله سريع كتير ما شاء الله. انا طبعا ايه والله اقوى دكتور جلد بهاي المدينه، هاي المدينه فيها 500,000، المدينه ثالث اكبر مدينه بهاي الولايه. صح، ولايه نوتهام فاست فعلا يعني شمال الرين، تصنيفها تقريبا بروفيسوره هاي الدكتوره، ونحن جربناها كذا مره. صح، جربناها مع الاولاد مراهقين. مدري شو جنسيتها، يمكن ما حسيتها، ما حسيتها ألمانية، لا حسيتها إيطالية. شو اسمها؟ يا إيطالية يا فرنسية؟ لا إيطالية. جانيت اسمها؟ جيني أو هيك شيء.
يمكن فرنسية أو إيطالية، ايه وممكن كمان تكون برتغالية أو إسبانية، بس هلا انا اللي عندي مراجعه بعد بدي اسالها مرت الجاي متفوقة. ما شاء الله. ايه والله الواحد اذا لقى دكتور منيح عن جد. انا بحب اعمل له وسيط بصراحه، يعني بحب اشهر لانه الناس بتستفيد من وراه. مره واحده بتروح لعنده ما عم يسمعونا، نحن لازم نسكر الشبابيك، لازم نجيب انا ميكروفون، شو بيقولوا له، ميكروفون، لانه ايه هيك عشان حدا بيسمع هيك هيك الطقس حلو. دور المكيف انت. لكم بشو شفتوا لكم حدا بيصب القهوة بالكباية؟ جوزي بيصب القهوة بالكباية. جيب لي ما فينا نطلعه ب قهوة تقيلة، ما حدا بيعمل كثير تقيلة القهوة اللي بيشربها، أنا إذا بشربها بنصرع ما فيني ذوقها. موكا اسمها اكسبريسو ولا موكا؟ لا أقوى من اكسبريسو، موكا أقوى من اكسبريسو. يا الله شو محادثين بالمدينة. أنا قليل ما بنزل لأنه حدي مثل ما شفته ما بعرف إذا شفته فيه كل شيء. إيه وضع ما قاعدين، إحنا مدينة صغيرة. كده. هي نفس المدينة هاي على فكرة، بس هاي السنتروم الأساس. هاي محلات كلها سوريين وعرب. إيه والله في كثير. إيرانية لبنانية. هيدا مش شو بيقولوا له كبادوك؟ لا هيدا غير. وين صار كبادوك؟ تركي. الحلاقة لوليدة من عمي هنا. اه بس ما سكر. لا لا كيف سكر؟ اه رجع فتحها؟ آه. برافو برافو برافو. ليه ما بتبعت الاولاد يحلقوا عنده؟ بعيد عليهم. الله يرزقه يا رب. بعيد عليهم بعدين هن تعودوا حلاقينهم يعني. على التركي اللي فوق صح. آه. الحلاقة بطرح ما واحد هو بيرتاح. يعني. الواحد اللي بيفهم عليه بصير يحب. هي عاملين هون جاليري للمفروشات جديد، يا الله شو مجددين. هذا الكيوسك انا قليل ما بفوت بالسوق، بنفوت من طريق السوق بس على الاوتوبان على الطريق السريع. الكيوسك لا واحد سوري؟ لا كردي لبناني. كردي لبناني. بروكشتراسة، بروكشتراسة. وهاي ملحمة ألمانية. هاي ما بنفوت عليها نحن. وما لنا بها، منفوت نحن على أورفا اللي فوق لحام المسلم. هيدا مطعم الباشا، الباشا ما بعرف إذا ببين عليكم اسم الباشا. الربيع. سوبر ماركت الربيع، كل محلات العرب وكل شيء عنده خضار وفواكه. إيه كأنك بالشرق. ها سوق الذهب. إيه أنا بحس حالي بهاي المدينة أصلاً مش كتير مغرب يعني. زمان زمان كانوا ايه مشي 3 سنين لحتى العرب اكثر احيانا. لا ما بظن العرب اكثر، بس نص ونص فيك تقولي بضل الالمان بس هني عندهم علامه تجاريه وحده، نحن عندنا 100 اسم. هذا مثلا الكيوسك هذا عراقي. ايه هذا كردي عراقي. ايه هذا مخبز، شايفين عندنا مخبز فرن عربي كمان، بس هذا ايراني المخبز. هيدا الصايغ بس ألماني، يمكن الصايغ العربي على الميل الثاني. هيدا البارك. ايه هذا البارك اشتدمتي بوسط المدينة في كذا بارك. ايه ايه بأوروبا دايما صفوا بالبارك لأنه الاشتراف فوق 60 يورو. 70 ولا 60؟ 70. ايه وليش لا يدفعوا 70؟ بتقعدوا 3 ساعات تخلصوا كل تسويقتكم، بتشربوا قهوة، بتخلصوا مواعيدكم، والساعة بأورو 60 سنت. إذا لقطكم البوليس، إيه إذا لقطكم البوليس وأنتم بعدكم لكم 5 دقايق صافين بمحل ما مش خارج الصف بتدفعوا 70 يورو. مخالف 70 يورو. وإذا تأخرتوا بتصير 120. سألونا نحن قضينا لصدينا. قضينا لصدينا. لاستوعبنا الموضوع. لك انا صريحه ما فيني كذب على العالم. لا ما دفعنا. ايه ايه والله كثير، والله عن جد كثير. يلا الحمد لله واخيرا عرفنا القانون. يعني نحن ما جينا مثقفين، نحن عنا دخلك هيك في عنا بالبلد ولا مره شفت. بيروت اكيد فيه، وفي بزحله كمان. ايه طبعا بس مش كتار يعني.
لك انا بقول ما بيصفوا فيهم، بيصفوا تحت الموقف. تسعيره هاني رخيصه، تسعيره وحده صح، ما في سرقه بالساعه والله. ايه؟ رخيصه شو هيك بتدوخوا انتم عن جوز ما بحب يطلع على خامس طابق ولا على الثالث بتحبوا الصوت؟ والله شو رايك نطلع الرابع عشان تفوت دغري على السنترو؟ ايه يلا الرابع. ما بدي حساسيه، طلعني بالاسانسير. لك الله يديمك ابو احمد، لك انت كريم ونحن بنستاهل. انت غالي انت، الله يديمك، الله يرضى عنك يا رب وعنك يا رب وعن اولادنا يا رب وعن جميع الناس، ويهدي بال العالم كله يا رب. الواحد يعيش ببساطة وبهدوء. بسم الله توكلنا على الله. شوفي وين حصل لك يا حد الأسود. حد شفته يا عمي، لك أنا أنا شو بيقولوا لي؟ مرت الزعيم. مرت الزعيم صح. أنا أنا مسميني الزعيم على فكرة عنا. هيك لبقى. ومرت الزعيم قد ما جوزي كريم. كتير كريم، كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا كريم بس هو غير. مين ما بيشوف تعا تغدى، تعا تعشى، تفضل تروح، تعا شو بدك؟ ما برد حدا، ما بيرد حدا. وبعدين صرت مثله. بسم الله وحياة الله مسمينه كل حل حرام أحلى. ما بقول شنطة بعوزة؟ لا بعوزة. هلا بيستحلي شي بتقول لي بلاها. هلا ما بقول لك بلاها. مين مثلي؟ بس هيك الوحدة تستحلي شي بيقول لها جوزة بلاها. هلا ما هي بتكون يعني انا معوزتها هو مش معوزها. شو رايك بليها؟ والله شفت عندك مثلها، وانا شو بعوز شيء خفيف يعني. شفتوني يعني ماني خارج يعني، لا احط مكياج الحمد لله، ملتزمه ما بتنمص يعني، بس بهز بحواج بتهذيب ما كثير. هيدا لبسي شرعي، شوفوها شوفوني الحمد لله. على فكرة هيدا ما عم لاقي، هيدا شرعي واسع ما عم لاقي، في كتير عبايات وهيك بس كلهم فزلك وضيق، ما عم لاقي مثلهم. نعم جويت للسيارة. يلا غسل لي اياها. ايه جويتها قهوة سيارتك. اه سيارته لا أستطيع القول. نحن هلأ بدنا ننزل على السنتروم، دغري على السنتروم. في هون مثل مول، في أربعة مول يمكن، بس أنا بدي ننزل بهذا المول مش بالمول الثاني. نحن على ال والله ما انتبهت على الخامس طابق على الأخير، هذا خامس طابق. في من الأوس جانج للخامس طابق. بتمتي من حتى الرابع؟ ايه بدناش نطلب الاسانسير مش اضبط؟ امبارح ما نمت، هلا بدي ارجع اروح نام كرمال الوظيفة. بسم الله. نولنا ولا اينس؟ لا على الاربعة. طيب اوكي شفتوا مش مركزه السهر. اللهم صل على سيدنا محمد. البس ينزل نحن نزلين نزول لازم نقول سبحان الله صح، بس شيء يطلع فلو لازم نقول الله اكبر. شفتوا ليش بجي مع جوزي هيك على المواعيد تبعولي؟ لأنه لو بجي لحالي بخلص وبطلع بطير على البيت، فمعه هو بحب الحياة، هو عايش عرفتوا هيك، بحس حالي عايشة، بحس حالي عايشة. بس هلا إذا أنا لقيت شي ببطل عايشة. المهم الأولاد والأكل والشرب. بيقول لي لشو الفانتازي يعني أشياء
أنا بنقي للبنات بصراحة مش لإلي، أنا إنسانة كتير عندي ثقة بحالي. هاي قصص المكياج والقصص التافهة هاي، وإني أنزع خلقتي لا حرام ما بحبها. هاي جوزي حد يسأله كتير على طبيعتي، كتير كتير يعني حماية لوجهي بس، وكل شيء على الطبيعة لأنه الله خلقنا بأحلى صورة. وكثرة المكياج بتعمل تجاعيد الحمد لله، 42 سنة ولا جعدة في بوجهي لو ما هالتشوه اللي صار. دخلك منين بدك تروح انت؟ هلا بالراجعة بالراجعة؟ نجيب مجموعة جبنا الترويقة معنا. شفت؟ شفته بده يرجع يروقني عادي، خليهم للأولاد هودي. بدك ترجع تاخذ لسن تصوف افوكادو ما هيك؟ هيدا هيدا مول بالسنترو، هان ابولو تبع النظر. لا انا لازم اشوفها بناتي. هيدا في بيجو، عنده اكسسوارات حلوه كتير. دارج رجع هلا الأشياء الملونة وهي القصص. هيدا السنترو ما بعرف إذا شي مرة مصورته أنا والله، في فوق وفي تحت. نحن لوين رايحين هلا؟ هلا هلا حد تروي حد عند هذيك القهوة. ايه صح، اي قهوة هاي الأنتن. ايه صح، هاي اللي دايما بنقعد فيها، هاي اللي حتى مع مناقيش العربي. هاي اللي اكلناها هذيك المرة انا حكيتها هاي كثير. شو اكلت؟ السلام عليكم، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف فهمتك؟ ماشي كيف الأهل؟ الله يعطيك العافية. هاي شفنا واحد من البلد. هذا جارنا بلبنان. شارع رجع حط حجابات هو طلع من هون. بجيب انا حجاباتي من عند شيري بس ما عندها كتير شرعي. ايه هي بدها جلباب لازم سندس، ما بتلبس هيك، بتلبس شرعي. انا الحمد لله كمان بنتي 14 عمرها كمان لبسه شرعي مثلي، بس هي ملتزمه اكثر كثير، ملتزمه الحمد لله لانه بيو ملتزم. اللهم لك الحمد. هلا بدي اقول لكم انا السلام عليكم، بدنا نقعد نفطر. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وبحبكم كثير. ما تنسوا تضغطوا لنا لايك، كبروا لنا هالقناه. هذا محل عربي على فكره، شوفوا عنده بيتزا، وجبات سريعه. هاي بكالوريا ألمانية. هيدا المحل من جوا العربي، شايفين؟ في محل عربي تاني كمان، هيدا محل سكر كان فاتح محل تياب آخر فترة، عامل سولدات كتير.
في محل انا بجيب منه كادر التليفون باكستاني، يمكن ما بعرف اذا سكر. لا هي هيدا هيدا المحل بجيب منه اغراض تصوير التليفون، وهذا محل السوشي. مين بيحب السوشي؟ هلا جوزي بجن 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 بجن. هذا محل الذهب العربي، هيدا اسمه الفطيرة الساخنة. شوفوا محل الذهب العربي، غابش جولد ما شاء الله. شوفوا بس مش حاطين الذهب التقيل، مش عارضين كل شيء. هيدا بلتين، جوا العز شايفين؟ كبروا الكاميرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يهنيهم ويرزقهم يا رب. وهيدا كيوس عراقي، تحية لأهل العراق. في كيوس فوق مصري مثل كشك، شايفين الأراجيل؟ بس شوفوا أراجيل يعني عرب. هاي مكتبة ألمانية، بس تشوفوا البساطة يعني أجانب. هلا بدي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك، ما بعرف إذا صوتي طالع. وبحبكم كتير وإلى اللقاء.